اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده والمحتوى اللي معانا مختلف شويه، مش بنتكلم في استعداد مباراه ولا اللي هيحصل الفتره الجايه بالنسبه للمواجهات والمباريات الافريقيه، لا هنتكلم في تفاصيل ليها علاقه بالناحيه الخبريه وكيف يفكر الجهاز الفني ولجنه التخطيط في مرحله دعم الفريق بعد نهايه الموسم الذي ما زال مستمرا ولم ينتهي. نبدا مع بعض ونشوف النهارده ترند الاهلي معانا ايه. اول حاجه الاول صفحه يلا كوره يمكن بروزت واتكلمت على دور حراس المرمى. هو كان بيتقال في المعتاد الحارس نص الفريق، لكن يلا كوره من خلال حسابها الرسمي قالت لا، الشناوي عبد المنصف اثبت في تلك الجوله ان الحارس قد يكون كل الفريق. بامانه محمد الشناوي في مباراته الاخيره مع الاهلي من طلائع الجيش وفي كل مبارياته بصراحه، حتى عبد المنصف الفتره الاخيره عامل مباراه جيده جدا مع وادي دجله. فمقوله الحارس نص الفريق الشناوي عبد المنصف اثبتها في تلك الجوله، لا بالعكس ان الحارس قد يكون كل الفريق. طيب نشوف بقى مع بعض الاخبار اللي هتبدا تكون موجوده من النهارده لغايه نهايه الموسم، لان الكلام هيبقى كتير قوي. صفحه يلا كوره النهارده بتتكلم على ان في مصدر، وده من خلال صفحتها الرسميه على الفيسبوك، قالوا إن الأهلي بينتظر التوقف الدولي لبحث ومناقشة طلبات بيتسو موسيماني. موسيماني سبق وحدد طلبه فيما يخص مركز رأس الحربة، ولجنة التخطيط تريد أيضا مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمراكز الأخرى التي تحتاج لتدعيم وعرض بعض الأسماء على المدرب لتقييم الأمر. طيب التوقف الدولي يا جماعة هيكون موجود في الفترة من 20 مارس لغاية 29 مارس. منتخبنا الوطني عنده مباراتين مع كينيا يوم 25 مارس في كينيا في نيروبي، و29 مارس اختام المباريات مع جزر القمر هنا في القاهرة. في هذه الفترة النادي الأهلي مش هيكون مرتبط لا مباريات محلية ولا مباريات إفريقية. يعني معظم المواقع بتتنبأ أو بتتوقع إن فترة ضغط المباريات ما بيكونش فيه اجتماعات، وفترة اللي ما بيكونش فيها مباريات رسمية وفي أجندة دولية للمنتخب في توقف الدوري بتبقى فرصة لالتقاط الأنفاس والاجتماع لتحديد مسار المرحلة القادمة. أنا عايز أصحح بس مفهوم هنا مهم جدا في هذه الجزئية. دائما وابدا الاجتماعات مستمره ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني ولجنه التخطيط لدراسه كل الامور المتعلقه بقطاع الكره. الامر ليس له علاقه باجنده دوليه او بفتره راحه سلبيه او مباريات افريقيه. دائما وابدا لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بيعملوا بشكل كبير جدا لمتابعه هذا الامر. وفكره مناقشه ضم مركز او لاعب راس حربه خلال الفتره القادمه، كل هذه الامور الناس بتحاول يعني ايه تاخد تفاصيل الكلام اللي ما بين السطور، لكن مفيش اجتماعات اتقال فيها بشكل رسمي الاهلي يسعى لضم راس حربه. لان كمان وانا بتكلم في خبر يلا كوره هنقل الخبر اللي بعديه لانه مرتبط بمركز تاني موقع مبتدا بيتكلم عليه. موسيماني يطلب التعاقد مع جناح جديد. طيب يلا كوره كانت بتقول راس حربه صفحه او موقع مبتدا الحساب الرسمي ليها على تويتر بيقول ان موسيماني بيطلب التعاقد مع جناح جديد. لذلك انا بقول لكم الفتره دي هتلاقوا فيه يعني توقعات كثيره وشواهد عديدة الناس بتحاول من خلالها تربط النتائج اللي موجودة في المباريات وعدم إحراز أهداف بشكل كبير بأن الأهلي محتاج في مراكز معينة، ممكن تربطها بقى برأس الحربة، ممكن تربطها بجناح جديد. طيب هل الأمر هيتوقف على كده فقط؟ لا، ده في كمان لعيبة مشيت. طب نشوف إيه اللي هيتكتب ويتقال، نشوف مع بعض. طيب الوطن الرياضي الوطن سبورت بيقول المصادر بالأهلي تكشف حقيقة غضب أليو ديانج من موسيماني يركز مع الفريق. طيب مصدر في الاهلي قال ان حقيقه غضب اليو ديانج من بيتسو موسيماني عشان ما بيلعبش، الكلام ده طبعا قاله يعني غير صحيح، والمصادر قالت ان لا يعيش اي حاله غضب اليو ديانج في الوقت الحالي، كل ما تردد في هذا الامر غير صحيح بالمره، اللاعب بيركز مع الفريق. يبقى احنا بنتكلم في فكره ان لا الاهلي بيفكر في راس حربه، لا الاهلي عايز جناح مش عايز راس حربه، لا اليو ديانج زعلان ومتضايق انه ما بيلعبش ففي غضب بينه وما بين بيتسو موسيماني. لكن مصدر الحمد لله اكد لكم ان الكلام ده غير صحيح. على فكره اي لاعب دايما نفسه يكون موجود في الملعب على طول، وطبيعي ان ممكن يكون زعلان ما بيلعبش، لكن هل الزعل ده بيبقى موضوع وقصه وحكايه؟ لا، ما هو اللاعب موجود. واليو زانج تحديدا الناس سالت بيتسو موسيماني بعد المباراه الاخيره في الدوري امام الجيش، اليو زانج ما بيلعبش، فقال لهم مين اللي قال كده؟ اليو زانج موجود معايا في كل المباريات، ممكن يبدا اساسي، ممكن يشارك في اجزاء المباراه، لكن موجود معايا في كل المباريات. لكن الناس للاسف ممكن نتائج بعض المباريات هي اللي تحب تربطها بالاحداث. طيب هل اليو زانج الامر مرتبط بعدم مشاركته فقط؟ لا، المصري الرياضي اتكلموا على ان جلاتا سراي بيعرض 5 مليون يورو لخطف اليو زانج من الاهلي، وبيتكلموا ان في عرض جاد جدا من جلاتا سراي لخطف اليو زانج من الاهلي. هذا الكلام عاري تماما من الصحه، مفيش أي عرض رسمي وصل للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج حتى هذه اللحظة، وأليو ديانج لسه مجدد تعاقده مع النادي الأهلي للفترة القادمة والسنوات القادمة.
وقدر الإمكان الجهاز الفني بيحافظ على الهيكل الأساسي والرئيسي، بل بالعكس بيسعى إلى إبرام صفقات وتدعيمات الفترة الجاية عشان يكون الفريق على أعلى مستوى في الاستحقاقات القادمة. طيب لعيبة جاية ولعيبة هتمشي، طيب مين تاني؟ المصري الرياضي بيتكلم عن كهربا يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم. ده محمود عبد المنعم كهربا هو اللي بيدرس الرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مرة أخرى. وأكد كهربا للمقربين منه أنه يبحث عن عرض خارجي يقنع بالمسؤولين في الأهلي على تركه ليخوض تجربة الاحتراف من جديد والرحيل في نهاية الموسم. كما أن الأزمات التي مر بها الفترة الأخيرة مع الشناوي والسلية سببا في تفكيره بتلك الخطوة. يعني قالوا ديانجا هيمشي ورايح جلطة سراي، وقالوا أن كهربا كمان بيفكر أنه يمشي لأن عنده مشاكل مع عدد من اللعيبة فمش مستقر، مش حاسس بالراحة، فعايز يشوف عرض احتراف ويمشي بعد طبعا الدور اللي قام بيه كهربا عشان يكون موجود فيه مع النادي الاهلي عشان يحرز بطولات ويكون احد نجوم النادي الاهلي بعد الفتره دي كلها. الناس دلوقتي بتقول مشكله او اتنين على حد وجهه نظرهم ان هو بيفكر في الاحتراف، والاهلي عايز مهاجم والاهلي عايز جناح كل ده، والاهلي راجع محقق ثلاثيه الموسم الماضي، الاهلي 24 نقطه وليه 3 مباريات مؤجله، لو فاز هيتقدم في صداره الدوري وهيبعد عن اقرب المنافسين ب3 نقاط، ولسه ليه مباراه مؤجله مع نادي الزمالك، بيلعب دوري المجموعات وعنده مباراة مع فيتا إن شاء الله يوم السبت الجاي، لو فاز بيها بإذن الله هيكون في الصدارة مع سيمبا، ولسه عنده مباريات تانية فرصة الصدارة المجموعة والحفاظ على اللقب موجودة والمنافسة على اللقب الإفريقي، عنده سوبر إفريقي إن شاء الله في نهاية شهر 5، عنده سوبر محلي مع طلائع الجيش بننتظر تحديد الموعد. يعني تخيلوا كل الإنجازات وكل البطولات وكل النتائج الإيجابية دي وبيطلعوا النادي الأهلي في إطار مرحلة إن في لعيب عايز يمشي وكهربا عايز ما يكملش في الأهلي ويشوف تجربة احتراف، وان الموسيماني عايز راس حربه وكان الاهلي ما عندوش راس حربه. ممكن يكون عايز تدعيمات، بس الفكره اللي انت لسه احنا النهارده في شهر 3 بنتكلم على راس حربه وجناح ولسه الموسم ما انتهاش الا على شهر 7 ولا شهر 8. طب نشوف الخبر اللي جاي عشان تشوفوا الناس بتفكر ازاي حتى في صناعه الخبر. اليوم 7 الاهلي يؤجل حسم صفقه قناص سيمبا بسبب فتوى لجنه التخطيط. طيب اللاعب الموزمبيقي لويس ميكسون لاعب سيمبا التنزاني احرز هدف في النادي الاهلي. هو كل لاعب هيحرز هدف في النادي الاهلي هنفكر فيه عشان نتعاقد معاه. طب السي في بتاع اللاعب ايه؟ السيره الذاتيه بتاعته ايه؟ مستواه الفتره الاخيره ايه؟ عقده مع سيمبا اصلا بياخد كام راتب شهري عشان قيمته التسويقيه لما الاهلي يفكر فيه لعيب يستحق يكون موجود في الاهلي ولا لا؟ بالمناسبه هذا اللاعب بياخد 10,000 دولار راتب في سيمبا التنزاني، لكن الاعلام للاسف ساعات بيستغل بعض الأحداث الرياضية وبعض الأهداف عشان يعمل صناعة من قيمة لاعب ويرفع قيمته التسويقية بالاتفاق مع عدد من الوكلاء، عشان في النهاية قيمة اللاعب بعد ما كان في سيمبا التنزاني 10,000 دولار والمواقع والصحف تتكلم عليه فجأة تلاقي رقمه وصل لمليون واتنين مليون دولار. لكن هل هو هيفيد النادي الأهلي؟ هل لجنة التخطيط فكرت فيه؟ هل بيتس موسيماني أساسا اللي كان موجود معاه هذا اللاعب في صن داونز ممكن يفكر فيه؟ ولا بيتس موسيماني بيفكر في لعيبة أخرى موجودة في مكان آخر بتفكير آخر مع لجنة التخطيط في توقيت معين هيشتغلوا عليه؟ الأمور اللي بتدور بسرية داخل لجنة التخطيط وداخل قطاع الكرة في النادي الأهلي بتتم دون معرفة هذا الأمر إلا من خلال 3-4 أشخاص: كابتن سيد، بيتسو موسيماني، لجنة التخطيط، كابتن محمود الخطيب، هما اللي بيشتغلوا على هذه الجزئية، وبتظهر في التوقيت المناسب لما بتعرف بالظبط اللعيب اللي هينضم للنادي الأهلي. لكن فكرة الأهلي عايز جناح، الاهلي بيفكر في هداف سيمبا او قناص سيمبا اللاعب الموزمبيقي اللي احرز هدف في النادي الاهلي في المباراه السابقه، كهربا عايز يمشي، اليو ديانج، كل هذه الاخبار صدقوني بنسبه 100% حتى هذه اللحظه غير صحيحه. وفتره الانتقالات الشتويه انتهت منذ حوالي شهر او شهر ونص، فتره الانتقالات الصيفيه لسه في شهر 8 لان دوري ابطال افريقيا ينتهي يوم 17/7، فانت معاك دلوقتي قوام بتلعب بيه، كل لاعب انت محتاجه، مروان محسن، صلاح محسن، جونيور أجاييل اللي كان بعيد شهرين ونص رجع ولعب وظهر بشكل طيب، مروان محسن في لحظه وانا هتلاقيه استعاد مستواه وظهر بشكل قوي، صلاح محسن يرجع من اصابه ممكن يكون موجود، طاهر محمد طاهر، انت عندك قوام جيد جدا، عندك لعيبه على اعلى مستوى، لكن لسه المشوار طويل، لسه في ضغط مباريات ومطلوب من الجمهور حاجه واحده بس، دعم لعيبتك كلها بلا استثناء، انت عندك احسن لعيبه في مصر،